برزنتيشن، انا بعتبرها صفقه كبيره جدا لما ترعى النادي الاهلي شركه بحجم برزنتيشن. شركه قلت قبل كده من زمان جدا، شركه طريقها النجاح والنجاح فقط لا غير مع السيد محمد كامل رئيس الشركه، حاجه جميله جدا. الف الف مبروك لبرزنتيشن، ومبروك كمان النادي الاهلي. والاهلي طبعا يعني اي حد بيتمنى يكون موجود داخل النادي الاهلي، وحتى ياخد بس الشعار او يكون اسمه ملتصق مع شعار النادي الاهلي. كمان شركه امبرو الشركه العالميه اللي بتتولى ملابس النادي الاهلي، اكيد صفقات من العيار الثقيل جدا. بدانا بامبرو وقلنا برزنتيشن عقد الرعايه مع النادي الاهلي، والصوره طبعا اللي كان الدنيا كلها يعني مش عارف، الدنيا كلها مش الدنيا كلها، الناس اللي هي دايما المغرضه، الناس اللي ملهاش اي، انا بمسك لساني على طول عشان ما اطلعش، دايما بحترم المشاهدين في النادي الاهلي. اللقطه اللي قدام حضراتكم اللقطه بصراحه اللي قلبت الدنيا على ناس بيتمنوا اصلا الفشل لنفسهم قبل ما يتمنوا الفشل للاخرين، لقطه مقنعه جدا، لقطه من محب قبل ما يكون راعي للنادي الاهلي، السيد محمد كامل او الاستاذ محمد كامل، حاجه جميله جدا. وكمان بيبوس يعني رمز من رموز الكره المصريه والنادي الاهلي تحديدا، الكابتن محمود الخطيب بيبوس دماغه، حاجه جميله جدا وحاجه بتدل على حب هذا الرجل للنادي الاهلي قبل ما يكون غال معاهم رسميا، وقبل ما يكون بصفته فهو بشخصه، قبل صفته الاستاذ محمد كامل رئيس برزنتيشن. حاجه طبيعيه وحاجه تلقائيه، لكن هتلاقي بعض الناس طلعوا زي ما قلت لحضراتكم هم بيتمنوا الفشل لنفسهم قبل ما بيتمنوا الفشل للاخرين. ما فيش حاجه عندهم اسمها نجاح، كلمه النجاح بعيده قوي عنهم، فعشان كده دايما قلت لكم ما تسمعهمش ولا حتى تشوفوهم. انتوا ممكن تشوفوهم تضحكوا، ممكن تسمعوهم تضحكوا، لكن ما تركزوش معاهم قوي، لان الناس دي اساسا بلا مبادئ وبستين وش ودايما متلونين وما عندهمش اصلا هم اي شفافيه اساسا في اي مكان، عشان كده ما فيش حد بيسمعهم ولا حد بيشوفهم. اللي بيشوفهم بيشوفهم عشان يضحك وعشان يعني يبتسم شويه وخلاص. لكن صفقه جميله جدا ورعايه ان شاء الله تكون مثمره للنادي الاهلي مع برزنتيشن، وبرزنتيشن مع النادي الاهلي.